افتح يا حاج طه، الجرس هيموتني. مساء الخير يا حاج طه. ايه ده؟ رايح فين؟ ايه ده؟ مين؟ انا. انت مين؟ انت بعد ما لبست النضاره برضه مش عارف انا مين؟ ايه لابس شامبر بس ولا ايه؟ انا نسيبك. بوشكش؟ اه بوشكش. وايه اللي في وشك ده؟ انت بتاكل ايه؟ باكل ايه ايه؟ ده انا ده عضيت لساني. لا لا لا، دي لوكمايه. والله عضت لساني انا. خش. والله عضت لساني. ادخل ادخل ادخل، وقف الباب وراك. مش بقول لك لوكمية؟ كسرت عندك ايه تاني بس يا حاج؟ لا، دخل العيال بوشكش وسط. بوشكش اتصرف يا حاج. بس يا انت وهو انا. فكروني بيا انا وانت. يا لهوي. ايه؟ ايه اللي في وشك ده؟ ايه ده اللي في وشي ايه؟ يا ستي ما انت نت هتقضيني زيه، عضيت لساني. لا دي لوكمية. والله عضيت لساني والله. بقول لك لوكمية. يا عم قول لها حاجة يا حاج طه بقى. انت شكلك جعان، احضر لك لقمه. لا مش عايز اكل، انا عايز اريح شويه بس. وماله، اعمل لك كوبايه شاي بلبن وطبق كده فيه شويه قرص وشريك. قرص وشريك؟ يا ما انا داخل ادفن يا تهاني، انا عايز انام. ما تقول لها حاجه حاج طه بقى. خلاص سيبيه براحته. تهاني تهاني تهاني، اجيب لك قرصه؟ يا ستي مش عايز قرص، شيل القرص. عايز بس يعني حتة تلكة كده. لوكمية صح؟ ايوه لوكمية. حضر يا حضر في الحمام. بيمشي على ايديه ورجليه ولا ايه؟ تعالى في الكنيف احسن ما ينام جنبك. ليلتك سودة من اولها. يومين ويعدوا. ايوه ولا 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 شريف. اخويا يخرب عقلك فيضان. ايه؟ مين؟ خاله؟ ايوه حبيبي خالي. ايه اللي جابك عندنا؟ اهو لقيت نفسي مقصر في حقي ولاد اختك يا خال. يعني انت عايز تخلص اللي شقيتي ولا تقول تقعد يومين؟ تقعد يومين مع مين؟ هنا معاك عشان تشبع من خاله بقى يا واد. انا عايز اقعد لوحدي في الاوضه. ايوه حبيبي، حد يكره انه خاله حبيبي يقعد معاه كده ويبقى فرحان بيه بدل ما تقول الحمد لله على سلامتك؟ يا عمي بقى انت هتشحط. يا عم بلاش السقفه بتاعت اهلك بقى دي. انت رخم اقوص. انا رخم؟ رخم بوشكاش. بوشكاش يلا صباح الخير، حضرت لك الفطار، قوم بقى. الله، امال فين الواد شريف؟ شريف يا شريف شريف. شريف شريف يا محلل كومودينو نايم. عايز ايه؟ معكش يا حبيبي سيح سن رفيع بتاع شاحن. شفت بقى انك رخم. خلاص خلاص نام نام. لا ادك البلا شبه البطريق، منك حيوان ولا منك بتطير. السلسله هاني الغندور. هو المكان نفس الرسمه. حلو قوي. عندكم حديد؟ عندكم؟ انتوا ارخص ولا عايز الدخيله؟ بيس يا مان بيس.
خلي دي في الامانات عندك. شكرا. لا اسف جدا، انت مكت في التمرين ف طار ولا ايه؟ تعالى ندرى نتمشى. والله فكره هايله، يعني عشان خاطر كمان التمشيه حلوه وناخد وندي مع بعض في الكلام. مش حلوه ولا ايه؟ هي الفوره من كام؟ فوره ايه؟ ده تلعب كوتشينه. اجري. اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان ابقى انا كسبت؟ اجري يا بوشكش. اجري؟ اجمل. لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري لغايه ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك، ده انت شويه هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجله قدامي. ايه في ايه؟ ضربت ايه؟ رجلي اتلوت. رجلي اتلوت؟ اه. مين اللي زعلها؟ الحقني زنني وزلني. الحقني زنني وزلني التلاته مع بعض؟ الحقني زنني وزلني. انا مش قادر انفع، مش قادر انفع، مش قادر اخد نفسي. انا نفسي هيتقطع يا حانيا. اه. ايه اللي انت بتقوله لي في التليفون ده؟ يعني احنا هنفضل تحت رحمه الست دي لغايه ما تفتكر مين اللي كلمه بالتليفون؟ بعدين افرض انها مكالمه غراميه ولا اي قرف في النوع ده. يا رشدي بيه انا بجري ورا اي خيط يوصلنا للاسطوانه. انا هخلي الرجاله يربطوا قدام بيت الواد ده للست دي، وانا عشان مصالحنا ما تتعطلش هسافر بدل بوشكش اخلص صفقه اللعيب الجديد. لعيب ايه وزفت ايه؟ انت مالكش سفر غير لما تلاقي الديسك. بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. خلاص يا فندم، بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. العربيات البايظه دي يا ايه العربيات دي؟ ده بتسحب لوحدها وعفره ومفيش عربيات بتعمل عفره. هانيا ايه الرزق ده؟ ايه الرزق اللي عندكم ده؟ يا يا اسمك ده؟ انا ذاكرت هما اللي مستقصديني. ما تكذبش عليا، ما تخلينيش امد ايدي عليك. يا والله مذاكر والمصحف مذاكر وواخد جايزه احسن شاب في البني ادمين. حرامي في البيت. لحظه واحده، انت كل يوم ايه؟ استاذ بوشكش زميلي في الجيم. ده مؤاخذه يا استاذ. ايه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زباله قدام ضيوف، لكن حسابي معاك بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا استاذ بشاكش. بوشكش يا فندم، بوشكش حضرتك. ملاهي بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايه طبعا والله واثق من زورك. اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي حضرتك بس كنت بامن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه تبجيل واحتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم. هاي دود واتس اب مان، كول مي 50 سنت سنت سنت. ما تجيب القناة الأولى فيها بني آدمين عن دول يا مسرور.
السياف بتاع القصر. سياف القصر عندكم هنا؟ العيله دي ببقى عارف بالاشكال دي بيبقى سياف ليهم سياف. طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مصروف. حاضر يا باشا. ده تسجيل كامل للحفله من الكاميرا كنترول بتاعت الاوتيل. ايه؟ هتفرج على الحفله من اولها لاخرها؟ مشغل بس. جري شوية. ايوه زوم بقى. بوشكاش محفوظ؟ شوية وجدت متعة غير عادية. الخروف باص في عينيا وانا باصص في عينيه وهو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجة. زليت الخروف الزل قبل ما يموت. لطيف. اللي بقوله ده ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف. استنى 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 واحده. يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ اما انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم؟ اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. عشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك على ايه؟ لا بقى اكيد حضرتك بتقول دعابه. طبعا دي دعابه. ده ما نسفوا الترابيزه. ما تقلوش ايه؟ ده هينزلوا يا دوب يرجعوا الماتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عمي شوف النبي. بلاش انا بلاش انا انا بص خلينا انا العب في اللعب. استرجل ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب فيك جول. تعمل ايه يا رب؟ يا عيني يا مجانين. ها؟ يعني ايه ماليش في الشقة؟ قلبنا الشقة حتة حتة ما لقيناش فيها أي حاجة. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعه ايه اللي هيحصل؟ هجيبه لك من تحت بطاقه الارض بس هو يفتح تليفونه. فواي بقى مش كل شويه هتقعدي تقولي ماما والوفاه والحاجات دي بقى. يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت خالص.
لا طبعا عمري ما عيطت خالص. ولا حتى وانت بتخرطي بصله كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفه كده او انت نايمه نزلت كده او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الفاترينة بتاعت الكبه اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد، يعني عينيك انت ظالمه عينيكي كده، ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينزز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ اوعى تعضي. ماشي اقدي بايدي. الله، طب ومخبيهم ليه؟ ها ايه رايك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رايك؟ هات بقى النظارة، هات هات بقى. أقود لبلا. خد يا هاني، الله يحنن عليك. يا يحنن عليك. لحظة ايه يا عم بابا؟ ايه بشويش علينا يا بابا. بقولك ايه، لو بتتنحنع بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان قطر ارجع الشغل تاني، انا مش بكلمك عشان الموضوع ده، انا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي، تعال خد الفلوس اللي عندنا دلوقتي. بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع، انا عايز اشوف وشك، ولا وش رشدي بيه ولا وش رجلي. بس احنا لينا حاجه عندك يا بوشكش. حاجه ايه؟ شويه ال شويه 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 الاسطوانات والاوراق. ايه اعلى مفخلك اركبه يا نادي زباله يا اللي ما فيهوش لعيب الا كسر بعد كسر. سلام يا مخيبيه. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانه؟ انا ما انت عارفه كل حاجه اهو. سايل ليه بقى؟ عشان عايزه اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعت النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعت النادي اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هاني، ده انت فكرتني باحلى ايام عمري، ماتش اعتزالي. بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعه وساعه صلاه. انا نفسي افهم الموضوع. حاجة غريبة. انت عارف ان رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لا؟ ايه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا ايه؟ بجد يا بوشكش انا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت، في ناس بتقول انه بيتاجر في السلاح، وناس تانية بتقول انه بيتاجر في المخدرات، وناس تالتة بتقول. ولا بلاش، مش عايزة اتكلم على اعراض حد. اعراض ايه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحة بقى لو كان في حاجة عليه انا كان يعني كان زمانه اتمسك من زمان. انت عارف ان رشدي هلال مش سهل انه يتمسك. ليه يا ست بيجري بسرعة يعني ولا ايه؟ انا بس هتجرأ وهقدم لك بس هدية بسيطة كده. ميرسي. علبة عجبني الملمس بتاعها في القطايف كده. ميرسي حلو قوي. نخليك. ايه ده؟ ايه؟ دي فاضية. ايوه انا اسف، اصل كنت جايب واحدة تانية صغيرة كانت ارخص، فجبت جبت واحدة اغلى فشلتها بقى هنا كده. الهلال عشان تفتكريني في رمضان. الله حلو قوي. ميرسي يا بوشكش. عجبتك بجد والله؟ قوي تحفه. الله يخليكي. تهادوا تحابوا، عارفه؟ تهادوا تحابوا يعني نادي نتهادى احنا الاثنين، فده بيبقى حب يعني. حب مش حب يعني، بس يعني حب فيه ود يعني. فانت لو اديتيني هديه زيها سلسله هتبقى انت فاكراني كويس في رمضان بالهلال، وانا فاكرك بعد رمضان في شوال. سلسله؟ اه يا ريت لو سلسله تبقى بجد. بس انا خايفه ما تعجبكش. اكيد هتعجبني من المصحف، والله اكيد هتعجبني. ايه ده يا هانيه؟ ده بابا كسبها في اخر مصارعه تيران ده ولا ايه؟
هايلة والله. عجبتك؟ اه طبعا. مش من بابا؟ ممكن اجيب الشنطة بس؟ اه اتفضل. تقطع الجيم وسنين والسور. على فكرة متشكر قوي على صينية الشاي اللي انت مقدمها لي دي. متشكر قوي يا هاني. العفو. بكر اسمع لاخر مرة، نفذ اللي قلت لك عليه. اوكي رشدي بيه. انا مش فاضي اللي اعمل عيادتك. هيحصل. ما تستهبلش يا بوشك. وحياتك يا بكر بيه. النار كلت كل حاجة. حتى كيلو اللحمة اللي في الفليزر كلته. العيش المفقع اتحرق. والطري اتقمر. اسمع يلا. حياتك قصاد الاسطوانة دي. بطل بقى تلعب لعبة انت مش قدها، انت والبنت اللي ملموم عليها. بقول لك ايه يا بكر بيه؟ بقول لك ايه والنبي مش ناقصه تهديد هي، انا خلاص مش فارقه معايا، انا عمال اتكحول كل شويه لما خلاص قربت اتقلب قرد، فمش ناقصه بقى تيجي تحدف لي في قشر موز يمين وشمال. الله. وبعدين تعالى لي هنا. يا اسطوانه ايه دي اللي سايبها مفصلك قوي كده؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمه من اللي انت قلتها. وهسيبك تراجع نفسك. لغاية ما تجيني باللي أنا عاوزه وأنت راجع. مش هيحصل. مش هيحصل يا بكر بيه. إلا لما ألاقي أنا حاجة على مزاجي. حاجة كده بتتلبس في الرقبة. شكلها مقطقط. حاجة دي يوم ما هلاقيها هرجع لك جامد أوي. ومش أنت لوحدك بس، لأ. أنت ورشدي بيه بتاعك. بس يا سيدي وعلا. وهيخرجك في عيد ميلادك؟ ده الواد شكله وقع أوي. بس تعرف انا حاسه ان الواد ده غير العصابه اللي ملموم عليها دي خالص. يعني طيب كده وجدع غلبان، بس على مين؟ برضو هحاول معاه. هتحاولي بشكلك ده؟ ايه يا عم انت ده؟ ماله شكل؟ ما انا لابسه قميص وبنطلون اهو، ولا اطلع لي شنب يا بنتي. لا بس بشكلك ده مش هتعرفي توصلي اللي انت عايزاه. أيوة صح، عندك حق، بس أنا هوريك. هتيجي؟ ما هتجينيش. هتنطرني؟ ما هتنطرنيش. هتزحلقني؟ ما هتزبحلقنيش. إيه ده؟ هانيا؟ لا والله هانيا بجد؟ انت اختلفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس بقى ما تكسفنيش. شفت نفسك في المرايه عامله ازاي؟ شعرك فلاتيه وحلقات دقنك و... ايه ده ايه ده ايه ده بجد؟ انا اتثبتت. انت ايه ده؟ يلا بقى اطلبي حاجه كلها. انت جايه دايسه جامد ليه كده؟ جايه عايزه اكل على طول كده. اسمحي الورده دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا عليكي، كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا انا محضر لك مفاجاه. مفاجاه؟ كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي دي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو هايلا. هايلا ايه؟ هانيا هانيا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hania. Hania, صح صح. أيوة Hania. Hania. Happy birthday to you, Hania. شكرا. إيه ده بتنام خفايف بالليل ولا إيه؟ غريب أوي. ليه غريب ليه؟ وحنينه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بالراحه عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهارده ده خلاني احس ان انا عايشه لوحدي طول عمري. حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنه وانت طيب. يا ستي بس بالراحه كده شويه بس. انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نبقاش غم، بيني وبينك تعالى نتكلم. ها؟ انت منتظره ايه من العصابه اللي موجوده عندك في قلب البيت؟ والنبي منتظره ايه؟ دول لو فكروا يفسحوك هيودوك افغانستان. والله ويوم ما تطلع في ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم ها
هيعملوه في عيد الجلاء. كل نصيبك بقى في الهدايا، طبانجه، سمكي، نص عالي، المهم ان لازم يكون في جريمه قتل هتتم في الليل. بيني وبينك بقى، فيش واد كده مز كده عمل لك الحفله دي والقعده دي قبل كده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما اسمحلكش بالكلام ده، انا مش بتاعت كده خالص. ايه اللي انا مش بتاعك كده خالص؟ هو انا قلت لك تعالي البيت؟ انا بقول لك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه؟ انسى. سوف لا نشتري شجرة، ستكونين أنت الشجرة وسنعلق عليها أحلامنا. أي طبعا. وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا. كل أحبك كي تزيد وسمتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. دي أغنية كاظم الساهر، بس ده طبعا كاظم الغيظ. هنقول احنا لسه حبايب، يوه ما خلص قلناه. هنقول لسه قلبنا داي، يوه ما خلص قلناه. هنقول احنا لسه حبايب، يوه بقى. ايه 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 يا غلاسه وخلاص. انا عايز ابسطك. تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. احنا مش اتفقنا؟ لا ما اتفقناش على كده، وما تعملش كده تاني مره، ما تعملش كده تاني مره. احنا متفقين على اغنيه واحده بس، هابي بيتزا، صح؟ هابي بيتزا، مش كده حصل ولا لا؟ دخلتلي بكاظم الساهر وسددتلي جيوب الانفية بوسكيت، ودخلتلي بعدها بمصطفى قمر. هنقول احنا مش ناقصة. طب اسمع دي، اسمع دي، مش هسمع دي. وايه القرف اللي انت لابسه ده؟ ايه؟ لابس لي قعدة عربي؟ يلا يلا اجيبتك يا عم.